فؤاد من السماوات فاستقبلوا المسيح على الأرض فارتفعوا رتلي للرب أيتها الأرض كلها ويا شعوب سبحوه بابتهاج لأنه قد تمجد لنصرف نحو الابن المولود من الآب قبل الدهور بدون استحالة المسيح الإله الذي تجسد في آخر الأزمنة من البتول بغير زرع هاتفين يا من رفع شمنا قدوس أنت يا رب إن الفتية إذ قد نشأ معا على حسن العبادة مزدرين بأمر الملحد لم يجزعوا من وعيد النار لكنهم كانوا يرتلون وهم قائمون في وسط الله شاهد سرا عجيبا مستغربا المغارة سماء والبتول عرشا شربميا والمذود محلا شريفا الذي اتكأ فيه المسيح الإله غير الموسوع في مكانه فلنسبحه.